أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في الفصل التاسع. <applause> اللي عنون المصنف بان الشيئيه تساوق الوجود هذا الفصل مهم جدا يعني احنا لا نتصور هذه المطالب الجافه الصعبه المعقده ليس لها تطبيق عملي وانما لها تطبيق عملي مهم و واحدة من تطبيقاتها يعني هو الصفات الذاتية في مبحث العقائد حيث أننا سنأخذ بل أخذنا سابقا في عقائد الإمامية حيث أن الشيخ المظفر قال أن الصفات الذاتية ما بينها تساوق ما عرفنا هذه اللفظة ما عرفناها لما الحجاج الشيخ المظفر رحمه الله تعالى عليه، هو أستاذ الفلسفة، مجدد الفلسفة، الشيخ المظفر المجدد في النجف الأشرف، مجدد أمور فلسفية طبعاً في زمانه، وبينا هذا الفارق، شنو الفارق؟ ما هو الفارق ما بين التساوي والتساوق؟ شنو الفارق ما بينهما؟ قالوا الفارق ما بينهما أن التساوي يكون ما بين مفهومين، ما يكون ما بين مفهوم واحد، ما بين مفهومين ينطبق أحدهما على مصا على جميع مصادق الآخر مع اختلاف الحيثية. حيثية كل مفهوم تختلف عن حيثية المفهوم الثاني. الحيثية لا تكون إلا بالنظر الذهني، يعني الذهن ينظر لحيثية معينة. خوش زين مثل المثال المبسط اللي اخذناه امس اللي هو الانسان وعد والبشر، الانسان ينطبق على جميع مصادق البشر لكن من حيث انه حيوان ناطق والبشر ينطبق على جميع مصادق الانسان لكن من حيث انه منتصب القامة بعد البشرة منتصب القامة بعد البشرة وعندما نقول إنسان معناه حيوان يعني مندرج تحت مفهوم عام وهو الحياة الحياة واضح الحيوان يعني كل ما له حياة هذا معنى الحيوان فالذئب له حياة والأسد له حياة والإنسان له حياة والغزال له حياة دائرة واسعة مفهوم واسع جدا يسمى مفهوم الحيوان كل ما يكون له حياة بخلاف الجمادات والسوائل والشجر والحجر وما شاكل ذلك ما له حياة هاي بعد المهم أما التساوق واضح التساوي شنو صار؟ واضح التساوي مفهوميا مفهومين. ينطبق أحدهما على جميع مصادق الآخر مع اختلاف حيثية الانطباق حيثية المفهوم زين نجي للتساوق شنو معنى التساوق المساوقة يسمونها حتى الماديين ترى فلاسفتهم مطلعين على هذا هذا المصطلح وهذا تعتبر بدايات الفلسفة يقولون الوجود يساوق المادة ما يقولون يساوي شوف قد ملتفتين الوجود يساوق المادة فما بين المادة والوجود شنو بينهما تساوق هم شو يقولون شنو قصدون هنا يقولون الوجود ينطبق على جميع مصادق المادة من حيث أنه شنو مادة واضح الوجود من حيث أنه من حيثية أنه مادة ينطبق على جميع مصادق المفهوم الاخر والماده من حيث انها موجوده شوف الحيثيه من حيث انها موجوده تنطبق على جميع مصادق الوجود المفهوم الاخر فما بين الوجود الوجود نظر لا نظرنا له من حيث انه شنو؟ حيثية انه ماده والماده نظرنا لها من حيث انها موجودة، فشنو صار ما بين الوجود والمادة؟ اتحادٌ في الحيثية اتحاد في الحيثية، يعني بعبارة أخرى المساوقة راح تكون أخص المساوقة راح تكون أخص من التساوي زين إحنا هسه خلينا ناخذ مفهومين المفهوم الأول وجود والمفهوم الثاني الشيء شيئي. إيه شنو بيناتهن تساوي لو تساوق لا إذا تساوي اختلاف بالحيثية هنا تساوق مساوقة يعني شيء مساوقة يعني المفهوم الأول الشيء هذا المفهوم الأول اللي هو شيء إيه من حيث أنه وجود انطبق على جميع مصادق المفهوم الثاني والمفهوم الثاني اللي هو الوجود من حيث أنه شيء شوف تحدث الحيثيتين انطبق على جميع مصادق المفهوم الأول هذا معنى المساوقة هذا معنى المساوقة ليش هو عنوان قال الشيئية تساوق الوجود شوف مساوقة تساوق الوجود شيءيه تساوق الوجود الكلام واضح ان شاء الله زين فاذا كل شيء موجود وكل موجود شيء يعني اريد يقول ترى ما عندنا اطلاق هيك يطلقون على العدم انه شيء العدم لا يطلق عليه انه شيء من هنا يريد ان يتطرق هذا كله تقدم يريد أن يتطرق إلى ما ادعاه المعتزلة المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد المعتزلي الذين اعتزلوا مدرسة الحسن البصري شنو قالوا المعتزلة قالوا احنا عدنا وجود وعدنا ثبوت هسا انا من اقول احنا احنا عندنا عد حكماء الاماميه من يقولوا هذا وجود وهذا ثبوت هذا ثابت العين شوف هالكتاب ثابت العين نعم. يعني نعم. موجود فالثبوت نفس الوجود عندما اقول ما هو معنى الوجود يقولون الثبوت والتحقق هذا الشيء ثابت هذا الشيء متحقق معناه هذا شيء موجود نعم واضح؟ فالثبوت <applause> معناه الوجود عند المعتزلة لا الثبوت أعم من الوجود قلنا لهم شلون؟ قلنا لهم شلون؟ قالوا <applause> التفت تعال وياي شوي اعبر العدم اعبر العدم العدم على قسمين شوف الدعوة مال المعتزلة العدم على قسمين عدم ممتنع ما يمكن يوجد بالخارج نهائيا هذا ممتنع بالذات ممتنع مثل وجود شريك الباري إله آخر هذا ممتنع نهائيا لا يمكن أن يوجد بالخارج في الخارج لا يمكن أن يوجد يقولون هذا ممتنع ممتنع وعدنا عدم ممكن شنو العدم الممكن؟ هذا فشيء معدوم يعني مثلا هسه نقول جبل من ذهب بحر من زئبق صدق ماكو بالخارج بس يمكن ان يوجد يمكن مو فشيء صعب هذا يقول وجوده بالذهن هذا العدم الممكن وشنو عندنا بعد الشيء الثالث الوجود الخارجي وجود هذا الكتاب وجود هذه السجاده وجود هذا الجدار وجود الشجر والحجر والانسان هذا كله وجود خارجي يقولون الثبوت شوف شوف الدعوة مالتهم الثبوت يشمل الموجود ويشمل العدم الممكن لكن ما يشمل العدم الممتنع واضح يقولون الثبوت الثبوت أعم من الوجود لا. قلنا لهم شلون قالوا أن الثبوت أه شامل ومستوعب للوجود لشيء الموجود والشيء المعدوم الممكن قلنا لهم إيه؟ قالوا لكن الثبوت ما يشمل العدم الممتنع ذاك عدم ذاك عدم قلنا لهم جيد شنو قصدكم قالوا الثبوت بعد اعم من الوجود لأنه يشمل الموجود ويشمل قسم من أقسام العدم واضح؟ نعم ثبوت عم الموجود أي شون عم شون صار عم بسبب هذا الدعاء, الدعاء المعتزلة مم. لأنه يشمل الموجود الوجود ويشمل قسم من أقسام العدم اللي هو العدم الممكن هذا الكلام واضح ان شاء الله اي المصنف يقول هذا وهم جماعة متوهمين العدم الممكن قسم من اقسام العدم زين هذا التوهم هذا كلام واضح شوف عبارة المصنف وعن المعتزلة أن الثبوت عم مطلقا من الوجود والوجود أخص مطلقا من الثبوت فبعض المعدوم ثابت عندهم وهو العدم الممكن ويكون حينئذ النفي أخص من العدم النفي بعدهم راح يكون شنو ولا يشمل إلا العدم الممتنع عندهم عدنا عدنا النفي ثبوت نفي مو النفي وين ينطبق؟ أخص من العدم، لا ينطبق إلا على العدم الممتنع. العدم الممتنع. إي إي. فصار النفي أخص من العدم. كلام واضح؟ واضح. احنا عندنا وجود، وعدنا عدم. زين، وعدنا ثبوت، وعدنا نفي. نعم. <سؤال> احنا حكماء المسلمين، كلهم حكماء المسلمين. نعم. مع ما عدا المعتزلة. نقول لهم شنو الثبوت؟ يقول نفس الوجود. نفس الوجود. واضح؟ نفس الوجود. زين، ما هو النفي؟ هو العدم. العدم، نفس العدم. المعتزلة ما يقولون هيج. يقولون الثبوت اعم من الوجود يشمل الوجود ويشمل العدم الممكن والنفي اخص من الثبوت شلون الأخص لانه لا ينطبق الا على العدم الممتنع. هذا الحكايه واضحه الشيخ علي؟ نعم واضح خوش خوش هسه نجي الى دعوه الجبائيه اتباع ابو علي الجبائي. أبو علي الجبائي يدعي دعوة يقول يوجد إحنا مو عندنا وجود وعندنا عدم لا. أكو واسطة ما بين الوجود والعدم قلنا له شنو هاي الواسطة قال هي الحال يسمونها الحال لا. قلنا له شنو يعني؟ الحال شنو الحال؟ الحال قال شيء لا موجود ولا معدوم يقول واسطه ما بين الوجود والعدم قلنا له شلون يعني؟ قال مثل هسه صفة العلم انا اسألكم م. صفة العلم موجودة بالخارج؟ انا اسمي فلان عالم لو ما اسمي عالم سمي. سميته عالم م. اقول شيخ علي عالم محمد عالم زين انا من سميت عالم هذا العلم موجود بالخارج العلم جاي يشوفه بعيني اتلمسه موجود ما موجود زين هو معدوم منفي لا وجود له لا شلون لا وجود له له اثر احنا جاي نشوف اثاره وهذا الرجل اللي هو اسمه محمد جاي يتصف بالعليم والناس كلها تسميه عالم فاذا من باب انه لا وجود له في الخارج ومن باب اخر ليس بمعدوم ومن فيه واضح؟ فهذا شو اسميه؟ راح اسميه شيء ما بين الوجود والعدم اسميه حال يعني يرتفع عنه الوجود والعدم قلنا له مثل ايش قال؟ مثل الصفات الذاتية كلها العالمية قادرية زين واضح؟ لا. نعم هاي الصفات عالمية والقادرية والوالدية وما شابه ذلك، هاي الصفات انتزاعية زين؟ هسا مثلا أنا أريد أعطيك فد صفة معينة الفوقية أقول الكتاب فوق السجادة كتاب فوق السجادة الآن هذا الكتاب اتصف بأنه فوق اتصف بأنه فوق الفوقية موجودة بالخارج لا ما موجودة زين هي معدومة ليست في معدومة هاي الناس كلها تقرب وجودها لا شوف هي لا تصفت في الوجود الفوقيه ولا تصفت في العدم وانما حال ما بين الوجود والعدم ارتفع عنها الوجود والعدم واضح فعدهم شيء لا هو موجود ولا هو معدوم يسمونه شنو الجبائيه يسمونه الحال, الحال. شن نقولهم نقولهم هذا كله اوهام هذه صفه انتزاعيه اصلا صفات انتزاعية من شئ الانتزاع موجود بالخارج بعد هذا الكلام اللي اللي يحكونه الجبائية باطل زين هاي دخلتهم شبهة مجرد ترتفع هاي الشبهة يرجعون إلى فطرتهم السوية يقولون كلامه خاطئ والحمد لله يا رب العالمين الله